المالية وماكينات متطورة لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بالمحطات الرئيسية. قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بالتواصل مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لتوريد ماكينات لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بمحطات المترو الرئيسية في سابقة جديدة من نوعها على غرار الماكينات ذات التكنولوجيات المتطورة والمستخدمة في دول العالم المتقدمة. كما تسمح هذه الماكينات أيضا برد باقي المبلغ اللي هو الفكة يعني الباقية من المبلغ للمواطنين في حال إدخال مبلغ أكبر من قيمة التذكرة. طيب منها